ثم أوصيكم معشر الأحبة بأن تعرفوا لهذه الدولة قدرها. هذه الدولة وفقها الله، الدولة السعودية هي دولة أهل الإسلام والسنة معشر الأحبة، وقوة لأهل الإسلام والسنة في كل مكان، وهي تعد نفسها ناصرة لأهل السنة في كل مكان، وترى أهل السنة في كل مكان أولادها، ويهمهم أمرها بل ويهمها أمر المسلمين عامة، ولكن أهل السنة أقدم وأقدم. هذه الدولة التي أقامها الله وجعل فيها الخير الكثير لأهل الإسلام في كل مكان، فنشرت الدعوة الإسلامية الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشرت فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونشرت فقه أئمة الهدى من التابعين وأتباعهم وأتباع التابعين وتبع الأتباع، ونشرت كتب الإمام أحمد إمام أهل السنة رضي الله عنه، إمام أهل السنة قاطبة من زمانه إلى قيام الساعة رحمه الله تعالى. إذا قيل إمام أهل السنة مطلقا وسكت القائل فالمراد به الإمام أحمد رحمه الله، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. كل واحد يقال عنه إمام أهل السنة في زمانه إلا أحمد رضي الله عنه، فإنه إمام أهل السنة والجماعة مطلقا. فإذا قال القائل قال إمام أهل السنة والجماعة وسكت، علم أن المراد أحمد بالغلبة، وما ذلك إلا لما رزقه الله جل وعلا من حسن المقام الذي قام فيه في نصرة الإسلام رحمة الله ورضوانه عليه، نصرة ضحى فيها بنفسه رضي الله تعالى عنه حتى أظهر الله الحق على يديه. فهذه الدولة نشرت كتبه ونشرت أقوالها السديدة الموفقة التي هي مقتبسة من الكتاب والسنة رضي الله عنه، ونشرت الفقه الصحيح المدلل المبني على الأدلة المرعية، الأدلة الشرعية والآثار المرعية عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. ولذلك يتكالب عليها أعداؤها في كل زمان، تكالبوا عليها في المرة الأولى في الدولة الأولى وأظهرها الله عليهم، ثم تكالبوا عليها في الدور الثاني وأظهر الله عليهم، ثم ها هم يتكالبون عليها في هذه الأيام. ولكن الله جل وعلا قد وعد بنصرة أهل الحق، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي العزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالنصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، ينصر من يشاء وهو القوي العزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. فالنصر بيد الله جل وعلا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، نزلت في الصحابة وكل من سار على طريق فهو مثلهم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل على المؤمنين. هذه الدولة هي عمود الإسلام الصحيح الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نقول أنه لا يوجد عندها أخطاء، الأخطاء موجودة، والولاة وفقهم الله يعترفون بذلك ويدعون، يقول من رأى شيئا فأبوابنا مفتوحة، لكن من جاء بالطريق الصحيح ولج، ومن جاء وهو غير نصيح لم يلج وخرج أبدا. والسلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. وأنت أيها الأخ الكريم بنفسك، وأنت من أحد الناس ودهمائهم وأفرادهم، اعتبر ذلك في نفسك. إذا أحسن الناصح إليك وتلطف ورفق بك قبلت وانشرح صدرك وشكرته، وإن كان غير ذلك لم تقبل منه حتى ولو كان معه حق، لأن سوء العرض يرد الحق، يرد الحق بسببه، فيكون الإثم على المتكلم العارض الذي لم يحسن العرض. قال جل وعلا لنبيين من أنبيائه كريمين موصيا لهما بحسن العرض في هذا الباب في الدعوة، مع من؟ مع أخبث من هو في الأرض في زمانه وهو فرعون. قال عليه سبحانه وتعالى لموسى
ولهارون عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، فأمرهما بذلك مع أعدى عدو لله ولهما على وجه الأرض وهو فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، نسأل الله العافية والسلامة. فالولاة لهم حق في هذا، في حسن العرض والنصيحة، فمن أحسن أحسن إليه ومن أساء رد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأتي وليخلو به وليأخذ بيده وليخلو به، فلا يبدي علانية، وليأتي وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. فالواجب علينا جميعا نعرف هذه الدولة حقها، فإنها دولة قد أنعم الله بها على المسلمين أهل الإسلام والسنة في هذا الزمان. ومن هذه النعم ورود هذه الوجوه معشر الأحبة في الجامعة الإسلامية علينا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل مكان، قاربوا 200 جنسية تقريبا وردوا على هذه البلاد يتعلموا العلم الصحيح. والعلم الصحيح وما ذكرته لكم، فمن جاءكم به فاعرفوا أنه صادق وعلى الطريق الصحيح، ومن لا فاعرفوا أنه ليس على الطريق الصحيح. فجاءوا إلى هذه الجامعة وأحسنت الدولة إليهم وفقها الله، وتريد منهم أن ينفعهم الله وينفع بهم فيما بعد، فاعرفوا لها معشر الأحبة حقها، ولا تطيعوا من يتكلم فيها ولا تسمعوا له، فإن هؤلاء إنما يعينون على أهل الإسلام. فهذه الدولة هي البقية الباقية لأهل الإسلام التي تنصر الدين وترفع شعار العقيدة الصحيحة وتعلي منارة وتدافع عنها وتناصر أهلها في كل مكان. هذا الذي أوصيكم به، وإنما أوصيتكم به لأني أعلم أنه يوجد أهل التلبيس والتدليس في هذا الباب من أصحاب المناهج المنحرفة الذين تجمعهم جميعا أمهم الكبرى جماعة الإخوان المسلمين، الذين أفسدوا في العالم الإسلامي طولا وعرضا، بل تجاوز فسادهم لعقائد المسلمين في خارج العالم الإسلامي، فركبوا الشبه ولبسوا على الناس، ولا هم لهم إلا محاربة هذه الدولة. أول ما يهمه أن يحاربوا هذه الدولة. هل هؤلاء فيهم خير؟ أسألكم، لا خير فيهم. لو كان فيهم خير لسعوا إلى الإصلاح، وإن كانوا صادقين ورأوا شيئا مما يجب النصح فيه لسعوا بالطرائق الصحيحة إلى الإصلاح، فإن السعي في الإصلاح يعرف صاحبه، والسعي في الإفساد يعرف صاحبه. فأحذركم من هؤلاء لأنهم يلبسون على الناس بشبه يريدون منها بيان ما يريدون أن يوصلوه إليكم وهو كفر هذه الدولة وانحرافها، قبحهم الله. وكما قلت لكم هذه البلاد هي بلاد الحرمين والقائمة بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحكامها يفخرون بذلك وفقهم الله. والنقص كما أقول لكم موجود لا أحد ينكره، ولكن العلاج كيف يكون؟ هذا هو السؤال. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يأخذ بأيديهم لكل خير، وأن يكفيهم وأن يكفينا كذلك وإياكم جميعا شر كل ذي شر، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.